ابن حبيب هو عبد الملك بن حبيب الالبيري القرطبي الامام الفقيه المالكي فقيه الاندلس وعالمها في عصره ولد في حياه الامام مالك كان موصوفا بالحذق في الفقه كبير الشان فيه كثير التصانيف قيل لسحنون مات ابن حبيب فقال مات عالم الاندلس بل والله عالم الدنيا من كتبه تفسير موطأ مالك والواضحة في السنن والفقه وغيرها حكي أنه هاجت الريح وكان قوم في البحر فرفع عبد الملك بن حبيب يديه وقال اللهم إن كنت تعلم أني إنما أردت ابتغاء وجهك وما عندك فخلصنا فسلمهم الله توفي رحمه الله سنة ثمان وثلاثين ومئتين من الهجرة